خايفين على من التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. انا اكتر الناس اخاف من التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، لان لما بشوف بعض حاجات حتى في بيتي في اسلوبي في حياتي في بتاع، بحس برضو انا بشعر ده شعور داخلي ملوش علاقه بان انا كشيخ، لا انا له علاقه بان انا عندي احساس بقرب من ربنا سبحانه وتعالى. وانا اكتر واحد شاف الموت كذا مره، فانا ببقى حاسس انه هيجي في لحظه كده واللي تعالى ست مرات مات ست مرات انا موت كده وصحيت حتى في البرنامج بتاع دعاء بقيت اموت ويجي ملك الموت اقول طب هسيبني شويه خلص البرنامج فيسيبني مش معقول تاني. كان بيموت يعني ايه لا يعني جاله يعني الكبد مثلا مش عارف لا حاجه صحيا يعني صحيا وبعدين يقوم عادي يعني هات المرض حتى يصل بيك لحد لان يقال ان هذا لا فائده منه ثم الله سبحانه وتعالى يحييك من جديد وتعود من تاني. هذه مسائل انت بتشوفها في الحقيقة، فلما تيجي تتعامل تطلع بقى في الحياة فتبقى انت حريص. انا قبل كل خطبة، وده سر نجاح الخطب والدروس والمحاضرات والحلقات وكل حاجة، ركعتين اتنين بصليهم بنية الافتقار، بقول يا رب انا مفتقر، انا رايح عند الاستاذ محمود سعد بنية الافتقار الى الله، رايح هنا مثلا جاي بصلي ركعتين اقول انا رايح لا عارف انا هقول ايه ولا محضر حاجة ولا عارف حاجة، انت علمني انت فهمني انت ابعت لي. خطبة الجمعة قبل الصلاة بين الأذانين بصلي ركعتين بنية الافتقار، أقول اللهم إني أسألك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر، اللهم إني أسألك يا رب أسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها يا رب العالمين أن تسوق على لساني ما يرضيك عني، وده الأول والأهم، وما ينفعني الأول وينفع الناس. الله يفتح عليك. فبيطلع بقى طبعا يعني انا لو ما اعرفش اقول الكلام ده كله اللهم ممكن اقول يا رب انا فقير فاغنني في الموقف ده خلاص انا مش ساعدني يعني مش عايز ماشي. جمل ربنا لا يحتاج منا الى جمل تمام. ربنا ينظر الى قلبك ويشوف قلبك بس في ايه بيقول ايه. لازم تحكي يا فضيله الشيخ الدعاء قصه الدعاء، لان انا بقول له انا مش بعرف الادعيه الصعبه بتاعتكم الطويله، قال لي انا ما بدعيش بكل الادعيه دي، قلت له انت ما بتدعيش بالادعيه، قال لي لا انا بقعد اكلم ربنا كده زي ما بكلمك وقال لي انا كنت هموت في مره فروحت الكعبة قلت له يا رب انا عايز ثلاث حاجات، قلت له كده انا مش عايز اموت دلوقتي عشان انا ابويا وامي وعايز اقعد معاهم شوية فما تموتنيش دلوقتي، قلت له بالاسلوب ده. تاني حاجة احنا ابويا وامي باعوا كتير قوي عشان يعالجوني فاتفقرنا، فانا عايز اتغني، انا عايز ابقى غني، انا ما اقدرش اعيش فقير. تالت حاجة ايه؟ ان ربنا يوفقني اخلص كتاب الاسلام اعمل كتابي. وفعلا ربنا سبحانه وتعالى بلده بالطريقه لحظه يعني رجاء لرجال الدين كلهم اللي سمعنا وكل حد ان احنا نؤمن بنظريه حسام موافي العصفوره. ايه بقى العصفوره؟ العصفوره لها جناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف. لا يمكن، فالعبادات جناح يهتموا بالمعاملات والعمل. صحيح صحيح، في ناس كتير جدا ما بتشغلش صحيح، وتلاقيه بيصلي وكل، انا ما بقولش ما يصليش حاشا الله، صحيح العبادات زي المعاملات بالظبط، صحيح دول الجناحين اللي هنطير بيهم. واحد بيشتغل كويس جدا 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 وما بيصليش زي قلته، واحد بيصلي وما بيشغلش، الرسول اللي دخل لقى واحد قاعد في المسجد، صحيح قصه معروفه جدا بيشتغلش. فانا نفسي قوي رجال الدين يهتموا بالجناحين، يعني في كتير موظفين بيروح يقبض مرتبه ولا يعمل صحيح ويستحل. وبعدين يعني هو مش بضيف لكن بقول حاجه كده، انه هو الانسان طاير فعشان تطير كويس خلي الجناحين كويسين. ايوه انت طاير يعني ربنا يديكوا كلكم اعمار طويله ويسعدكم، لكن الانسان طاير فما اجمل ان الواحد يعمل جناحين كويسين عشان يطير باطمئنان وبسعاده.